بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله بإذن الله. الحاجات دي انا جبتها من موقع نون وعجبتني جدا، وقلت ايه اوريها لكم ان شاء الله بإذن الله، وتتعاملوا مع نون ان شاء الله، عشان الحاجات دي كلها جميلة واصلية وحاجات يعني من البلد بتاعتها، وان شاء الله بإذن الله تجربوا ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله نروح للعرض بتاعنا كده نشوف هنعمل ايه، واوريكم المعروضات بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا كنت مقدمة على فنون على الطلبات دي، وجات لي لسه من شوية، فقلت ايه لازم اشاركها معاكم عشان تشوفوها. هنشوف كده جاي لنا ايه من نون. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبت دي علشان الطرط، عشان طبعا دي بتساعد في فرد الكريمة على التورته. طبعا انا مش اول مرة اجرب حاجة نون، حاجة نون ممتازة جدا اهيت، جميلة جدا اهي ما شاء الله. وبعدين متينة ما شاء الله، متينة جدا اهي، مش انا كنت فاكرها تبقى خفيفة، لكن لا حلوة جميلة جدا. يعني هنشوف الطلب التاني كان ايه. طلبت برضو السكينة دي كبيرة ما شاء الله، عاملين عروض حلوة أوي على السكاكين، عشان كل سنة وانتم طيبين وعيد كده يمر علينا سعيد يا رب جميعا ان شاء الله. السكينة دي ما شاء الله كبيرة اهيت، زي ما انتم شايفين كده تنفع للذبح، والسلاح بتاعها ممتاز جدا زي ما انتم شايفين كده، وتقريبا يعني هتكون حامية. هي ما شاء الله شكلها حامي اهيت، ولو ما كانتش حامي عندنا المسن جوه نسنها ان شاء الله. شايفين جميله قد ايه اهي. دلوقتي برضه هفتح معاكم، انا كنت طالبه منهم المضرب دوت، جبت مضرب جينو اهوت عشان يبقى خفيف على قد ايدي، لان طبعا مش كل شويه هشغل العجان اهوت. زي ما انتم شايفين كده جبت العجان دوت عشان يبقى خفيف على ايديا زي ما قلت لك كده اهوت. في العجنتين والمضارب زي اي عجان طبعا، بس النوع ده حلو قوي يا جماعه، لان انا مجرباه في العجان الكبير. انا جايبه الجانو ده برده عجان كبير، فده برده جميل جدا. وفي ايه، في 6 سرعات اهوت خفيف جدا اهو ما شاء الله على ايديا، احسن من كل شويه ايه اعمل اشغل العجان ده بسرعه كده، اعمل اللي انا عاوزاه كله بيه طبعا، ونعمل بيه كل حاجه اللي احنا عاوزينه كله اهوت. معايا ايه تاني؟ معايا جبت برضو الصينيه الصغيره ديت سيليكون، عشان ممكن نعمل فيها ايه الحلويات البارده، عشان نعرف نقلبها اهيت، او نعمل كيكه صغيره، ده بينفع لكل حاجه اهوت. صغير هو تقريبا ده مقاس 24، ممكن يعمل كيكه يعني صغيره مثلا ببيضتين ولا حاجه، او ممكن ببيضه يعني برضو زي ما حضراتكم شايفين كده. ممكن نعمل فيه مهلبيه، ممكن نعمل فيه كاستر ونقلبه، ممكن نعمل فيه كريم كراميل ونقلبه زي ما انتم شايفين كده، يعني كيك كيك وكريم كراميل وكاستر، وممكن مهلبيه بيضه، وممكن مهلبيه بالفواكه برضو ان شاء الله باذن الله. نعمل مع بعض كده ونشوف، نجربه مع بعض ان شاء الله. طبعا خامته حلوه جدا جدا عايزه اقول لكم، وثمنه مش غالي زي ما انتم شايفين كده. معايا ايه تاني؟ بسم الله. طبعا ديت للصابون، طبعا هي كانت في الصوره اكبر من كده زي ما انتم شايفين كده، في الصوره كانت كبيره طبعا، في الصوره اللي هي اللي هم عارضينها، لكن لما جت هنا اتفاجئت انها صغيره كده، بس برضو كويسه وحلوه عشان ايه ما تاخدش وقت، ما تاخدش حيز على الحوض، تبقى صغيره. دي عباره عن ايه، عباره بنحط فيها الصابون، حتى جايبين لي معاها الليفه اهيت، وهي بالضغط تحطي فيها الصابون وتضغطي عليها، وبعدين تطلع لك الصابون في الليفه بتاعتها. هنركبها بقى ايه بعد كده لحضرتك كده، بتحطي فيها الصابون وبعدين بتتكي عليها كده، يقوم جاي الصابون في منتهى السهوله، وتغسلي بيه المواعين بتاعتك. طبعا سهله جدا وعمليه ان شاء الله باذن الله، تجربها ولما اجربها هقول لكم عامله ازاي ان شاء الله. جبت ايه تاني من نون؟ بسم الله.
جبت الهاند بلندر دوت زي ما انتم شايفين كده، لان انا عندي برضو واحد بس للاسف يعني ايه باظ، فانا طبعا ايه اضطريت ان انا اطلب واحد كده علشان خاطر هو بصراحه مهم جدا في المطبخ. ممكن لو انت عامله شوربه طبعا او عدسه او اي حاجه سهل جدا في الاستعمال، بدل ما تحطي في الخلاط على طول بالهاند بلندر، بس طبعا تجيبيه معدن كده عشان الحاجات السخنه، ما تجيبهوش بلاستيك لان طبعا بلاستيكات ما تتحطش في حاجه سخنه زي ما انتم عارفين كده. وهو ما شاء الله ربنا يكفينا خير وكده وايه يدينا خير ويكفينا شر ان شاء الله. اهو زي ما انتم شايفين في سرعه واحد وسرعه اتنين، في سرعتين يعني اهوت. طبعا نوعه حلو قوي وهو 200 واط اهوت ان شاء الله باذن الله. جبت برضو مكبس البرجر دوت، مكبس البرجر ده طبعا مهم جدا جدا اهوت عشان يوفر عليك الوقت والجهد اهوت. طبعا بياخد قطعتين، في بياخد قطعه واحده لكن ايه عشان انا لقيت دوت قلت فرصه، وفي بياخد ثلاثه وفي بياخد اربعه لكن انا جبت باتنين كده كفايه قوي حلوين قوي اهو زي ما انت شايفه كده. في ثانيه تكوني عامله البرجر بتاعك، هنعمله ان شاء الله مع بعض فيه كده ان شاء الله ونصوره ونشوفه مع بعض بتعمل ازاي اهوت. وطبعا دي كانت مشترياتي من نون زي ما قلت لكم حلوه جدا، وانا طبعا مجربه نون قبل كده وان شاء الله باذن الله برجح ان انتوا تشتروا من موقع نون دوت. في حاجات حلوه وكل الاجهزه بتاعته جميله وبتيجي اصليه زي ما انتم شايفين كده. ما كنتش متوقعه ان السكينه تيجي تقيله بالشكل ده، السكينه دي تقيله ما شاء الله جدا تنفع للذبح زي ما قلت لحضرتك من الاول. طبعا ما تترددوش في انكم تشتروا من موقع نون لان موقع نون حاجته كلها ممتازه ومتجربه قبل كده، حتى الميك اب بتاعه برده جميل جدا انا مجرباه. ان شاء الله باذن الله تتعاملوا مع موقع نون ان شاء الله وتجيبوا منه الحاجات دي ان شاء الله تتبسطوا على الاخر ان شاء الله باذن الله. ومن هنا المره الجايه اشوفكم في تصوير تاني ان شاء الله، ومع الف سلامه. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.